عملية اللي قام بها السيد القائد العام للقوات المسلحة التي أطلقها الوعد الصادق أو تغيير بعض الضباط في محافظات هي عملية واحدة تصب في محاصرة المقصرين من قادة الأجهزة الأمنية وإعادة الطمأنينة إلى قلوب المواطنين الذين أرهبتهم أسلحة الإرهابيين داعش في الآونة الأخيرة بعد أن استمرت حلول هذا التنظيم الإرهابي باستهداف سيطرات أمنية هنا وهناك بالإضافة إلى إبعاد التهم عن أو محاسبة أو تضييق الخناق على المجرمين الذين يقومون باستهداف النشطاء والمتظاهرين بين فترة وأخرى. فتعيين قائد فرقة جديد أو قائد عملية جديدة في ديالا المجاورة إلى إيران والتي نعم بعد عودة السيطرات الأمنية في جبال حمرين هنالك موجود تتم عمليات استهدافهم من قبل القوات الأمنية مع التحالف الدولي وهي أيضا تعتبر محافظة امتداد ثقافي واجتماعي لبغداد. عملية استبدال قائد أمني هو تدعيم للعمليات الأمنية وتدعيم للمؤسسات الأمنية وعملها في تلك المنطقة ونقل القائد السابق هو رسالة واضحة لجميع القادة الأمنيين لم يلتزم أو يفشل في تقديم مهام تخدم المواطن. إذن أنت تقول أن هذه الإجراءات قد ترضي الشارع العراقي وأيضا تثبت أنه بعيد عن التحزبات. بالضبط بالضبط، أنا أقول أن هذه العمليات كما أن عمليات تطرقت إلى موضوع ميسان وعمليات جمع السلاح المنفلت هي عمليات الوعد الصادق التي بدأت في البصرة وبعض مناطق بغداد جاءت بعد أن أطلق القائد العام للقوات المسلحة عملية الوعد الصادق لجمع السلاح المنفلت. نعم. تغيير استراتيجية إداء المعسكرات الدولية داخل العراق خصوصا أن هنالك بعض الصواريخ التي أطلقت على هذه المعسكرات هي صواريخ محورة مما يعني أنها غير مستوردة وتصنع في الداخل وهنا يتوجب على القوات الأمنية في عملياتها أن تجد أماكن معامل التي تحور هذه الأسلحة تمويل هذه الأسلحة تمويل الجماعات كما أنه يجب أن يذهب الشعب نحو التعاطي مع هذه المسألة وأعتقد أن هنالك ترحيب جماهيري كبير من قبل المتظاهرين أو من قبل الشارع العراقي بصورة عامة بالعمليات طيب. الأمنية التي تهدف للسلم المجتمعي. طيب سيد بسام، هل تكون حكومة السيد الكاظمي حكومة مؤقتة تعمل على تلبية مطالب المتظاهرين وتنتهي بإجراء الانتخابات المبكرة أم ستكون حكومة مكملة للحكومة السابقة حتى نهاية دورتها الانتخابية عام 2022؟ وإذا كانت مؤقتة هل يسعفها الوقت لتحقيق مطالب المتظاهرين أم ستفشل في ذلك وتكون هدفا لحركة الاحتجاجات القادمة؟ ما فرص نجاح حكومة الكاظمي هنا؟ الكاظم يعلن في من هذه الحكومة أن وزارته ستكون هي لتهيئة انتخابات مبكرة هذا رقم واحد، لكن تبقى القوى السياسية العراقية هل هي جادة فعلا بأن تذهب نحو إجراء هذه الانتخابات؟ هنالك تصعيد يحدث بين فترة وأخرى وتهديد مبطن باستهداف رئيس الوزراء باستجوابه في البرلمان وهذه التهديدات والعرقلة التي تقوم بها القوى السياسية التي تهدف إلى تعطيل قانون المحكمة الاتحادية ربما تمرير قانون الانتخابات بما لا يرضي الشعب هذا بالكامل ينقلنا إلى بيئة غير مناسبة لإجراء هذه الانتخابات وهذا ما تسعى إليه الكتل السياسية في الواقع. لكن ربما إن صعد من حركة الشارع نحو هذا الموضوع ستذهب القوى السياسية إلى اللعب على لعبة الطائفية من جديد ستذهب إلى خلق فتن بينها ستلعب على هذه اللعبة بحيث تذهب إلى كتب بيئة مناسبة لها من قبل بعض الطائفين الذين وضحت الفكرة. كنت معي من بغداد سيد بسام القزويني كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.